دلوقتي خلينا نروح نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي عشان نتعرف منها على اخبار المرور والطقس في القاهره والمحافظات، نعرف كمان اخبار اصدقاء الطفوله معاها ايه. صباح الخير عليك. صباح الخير. صباح الخير يا جمانه. صباح الخير يا عبد الصمد. قولي لنا بقى اخبار أصدقائك. اصدقاء الطفوله. انا ما كنتش عايشه في مصر، فما كانش عندي اصدقاء طفوله مكملين معايا، يعني اتفرقنا لانه يعني كنا بره مصر، بس لما رجعت في صحاب ثانوي والجامعه مكملين معايا لغايه النهارده. الطفوله برضه ثانويه يعني تعتبرها طفوله؟ ممكن يعني لو هتعتبره ثانوي. لا انا ما اظن، بس الطفوله اللي هو يعني واحنا في ابتدائي واحنا صغيرين. يمكن واحده بس من صحابي كانت لبنانيه ولسه انا وهي لغايه النهارده، ليه يعني لسه كانت في مصر قريب واتقابلنا، دي من اصدقاء الطفوله، كنا انا وهي بره مصر. انما غير كده اصدقاء ثانوي. على فكره برضو ما فاتكيش كتير قوي هلا، لان لو الصداقه بريئه قوي في فتره اللي هي الطفوله قوي، لكن في اعدادي وثانوي وجامعه زي ما انت بتقولي، او ثانوي وجامعه، بتكون عارفه صداقه كلها كده مشاغبات. ايوه، لان خلاص بيكون الواحد بقى بتتعامل سوا مع بعض، بيكون الواحد دخل في سن بقى وفي مرحله كده، يعني في سسبنس كده بيحصل، في سسبنس وفي اكشن فعلا. لكن الطفوله انا حتى لقيت صاحبتي اللبنانيه دي جايبه صورنا واحنا صغيرين مع بعض، شكلنا بقى يعني واحنا صغيرين اطفال خالص، حاجه مختلفه وبتبقى فعلا ذكريات حلوه. طمنينا على الطقس عشان زميلتك بتاعت لبنان دي لما تيجي. خساره. خساره ان احنا ما كملناش يعني طول السنين دي. على العموم خلونا نتعرف مع بعض على احوال المرور النهارده في مناطق مختلفه من مصر. نبدا جولتنا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه متوسطه في الوقت الحالي، مكمله لحد ميدان العباسيه. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو كثافات بسيطه وغير مؤثره. لو كملنا لحد ما نروح كوبري الجلاء، هناك هنلاقي فيه سيوله مروريه مكمله لحد طريق العروبه. عند كوبري المطار في كثافات نسبيه غير مؤثره هتبدا تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. هتظهر بعض الكثافات على الطريق الدائري من ناحيه منطقه السلام وفي النفق للي جاي من الاقاليم للقاهره عن طريق الزراعي، كمان اللي متجه من المنيب وفي طريقه للاوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي اللي جاي من المعادي للجيزه، برضو في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. هنروح دلوقتي للجيزه عشان نستعرض هناك الحلقة المروريه، بتظهر كثافات بسيطه جدا على محور 26 يوليو اللي جاي من اكتوبر، تستمر لحد ميدان لبنان، اما المتجه من المهندسين لاكتوبر ففي هناك سيوله مروريه كبيره على المحور. هنروح لشارع الهرم اللي بيشهد كثافات مروريه بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب اعمال انشاء خط المترو الرابع، وكثافات بتزيد مع ساعات الذروه. لسه مكملين في شارع الهرم الرئيسي، بيشهد ايضا تباطؤ في حركه السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطيه وفي منطقه المساحه وشارع العريش ومدكور والطلبيه. ظهرت بعض الكثافات كمان في منطقة مشعل، وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية، وكثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. بتظهر كمان بعض الكثافات على محور صفة اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، كثافات مرورية متحركة، كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. كمان ظهرت بعض الكثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. نروح بقى دلوقتي لمحافظة أسيوط من طريق إنا منفلوط اللي بيشهد بعض الكثافات، والكثافات دي هتبدأ تقل بشكل تدريجي لحد ما نوصل لميدان أم البطل ومسجد الحسن في مدينة أسيوط نفسها. قدام مستشفى الجامعة في هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي إن في بعض الكثافات المرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية فطريق أسيوط الغربي في هناك سيولة مرورية، طريق المنيا أسيوط أيضا بيشهد سيولة مرورية. تعالوا بقى نكمل جولتنا المرورية ونروح لغاية الإسماعيلية، الطريق الدائري في المحافظة بيشهد سيولة مرورية مكملة لحد كوبري الشهيد أحمد منسي العائم وعلى طريق الإسماعيلية. ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. في الشارع هناك بتبدأ تظهر بعض الكثافات المرورية متحركة هتبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. ولو رحنا لطريق أحمد أبو زيد هناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي.